بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أحكي عن الهارت بهذا الفيديو. Heart consists of two kinds of cells. عندنا الأوتوريثميك سيلز وعندنا contractile cells. الأوتوريثميك سيلز بيعملوا 1% من الهارت، وعندنا contractile cells بيعملوا 99% من الهارت. هلا الأوتوريثميك سيلز بيعملوا شغلة اسمها أوتوميسيتي. أوتوميسيتي which means that the heart can excite itself. فبالتالي لي فهذا الشيء بيؤدي للكونتراكشن. هلا كيف تعمل هذا الشيء؟ هاي السيلز هاي السيلز بتعمل بتوصل للاكشن بوتنشيال بدون ما حدا يحفزها، هي بتحفز نفسها، وبالتالي بتحفز السيلز اللي حواليها، بتعمل ديبولاريزيشن بالمنطقه، وبتعمل شيء بيؤدي لكونتراكشن. هلا في عندنا تو كاينز اوف جانكشنز راح احكي عنهم. اول two kinds of junction. عنا الجاب junction which is electrical junction بتنقل الاكشن potential. عنا desmosomes junction which is mechanical junction بتمسك بتمسك cells مع بعضهم البعض, hold cells together. عنا الاوتوريثميك سيلز بدنا نحكي عنهم. الاوتوريثميك سيلز موجودة بأربع أماكن بالهارت. عنا السينواتريال نود بالرايت اتريوم, عنا الـ AV node هاي الـ SA node. عنا الـ AV node موجودة بالجنكشن بين الـ بين الأتريوم والفنتريكل. عنا الـ bundles of his أو الـ bundle of his اللي هي هذا الـ structure. عنا الـ fibers of Purkinje. fibers of Purkinje منتشرة على الـ wall of the ventricle. نبلش بالـ sinoatrial node. sinoatrial node تسمى pacemaker. Sinoatrial node تعمل من 60 ل 100 action potential per minute which is a normal heart rate. هي أسرع node توصل لل action potential, توصل لل threshold, وهي تعمل control بال nodes الثانيين. عنا صلة بين ال right atrium وال left atrium, gap junctions. عنا gap junctions بيناتهم, وعنا internodal pathway وعنا interatrial pathway. هدول الثلاث اشياء تضمن لنا انه لما بتطلع سيجنال من ال SA node اللي هي بالرايت اتريوم ينتقلوا بسرعه هدول السيجنالز للليفت اتريوم, بالتالي يحفزوا يعملوا ديبولاريزيشن of the left atrium contractile cells, بالتالي يصير عندنا contractions بنفس الوقت بين الرايت والليفت الرايت والليفت اتريومز. هلا عندنا نوعين من الفيلينج من البلود فيلينج بالفنتريكل. عندنا الباسيف عن الباسيف فيلينج اللي هو بيشكل 80% من الفيلينج اوف ذا بلود بالفنتريكل, وعندنا الاكتيف فيلينج. هلا لما بتمتلي الفنتريكل بالبلود وبتسكر التو فالفز هذول التو فالفز راح تضطر الاتريومز انه تعمل كونتراكشن لانه لسه فيهم دم, بيعملوا كونتراكشن بيطلعوا ال 20% الباقيين من الدم بدخلوهم بالاكتيف واي على الفنتريكلز. فبالتالي هون هذا الكونتراكشن اللي هون راح يكون مسؤول عن الاكتيف فيلينج الاكتيف فنتريكل فيلينج اوف ذا بلود. عندنا السكند نود اللي راح نحكي عنها هي الاي في نود. اي في نود موجوده بالجنكشن اوف ذا اتريوم بين ذا اتريوم اند ذا فنتريكلز, وهي بتعمل من 40 ل 60 اكشن بوتنشال بالمينت. ولما بتوصل للسيجنال للاي في نود راح تاخر السيجنال 100 ملي سكند. ليش بتاخر السيجنال 100 ملي سكند؟ مشان تضمن انه البوث اتريومز ار امتي. نشوف هون السيجنال راح تمشي. اوكي هاي السيجنال لما توصل للاي في نود راح تتاخر 100 ملي سكند, ما راح نلحظها هون لبينما يفضوا البوث اتريومز. بعدين السيجنال بتروح على شيء اسمه الاي في بندل او البندل اوف هيز, معروفه عنا بالتلخيص او بالسلايدز اسم بندل اوف هيز. بندل اوف هيز بعدين تتفرع على تو برانشز. بندل اوف هيز تتفرع على تو برانشز, ليفت برانش فور ذا ليفت فنتريكل, رايت برانش فور ذا رايت فنتريكل. هاي بتعمل من 20 ل 40 اكشن بوتنشال بير مينيت. بعد هيك السيجنال لما بتمشي بالليفت اند رايت راح تنتقل لشيء اسمه لتكوين اسمه بيركينجي فايبرز. بيركينجي فايبرز ان الفايبرز برانشز كثير صغار
برانشز كثير صغار منتشرين على الوول اوف ذا فنتريكل، على البوث بولز اوف ذا بوث فنتريكلز. هدول البركنجي فايبرز بيعملوا ديبولاريزيشن للسيلز، للكونتراكتيل سيلز اللي حواليهم. بتشوفوا هون كيف الديبولاريزيشن راح يكون بشكل كثير كبير، بيؤدي لكونتراكشن اوف ذا كونتراكتيل سيلز بالفنتريكل، بالتالي ضخ الدم للجسم وللرئتين.